أعلن المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بن داري أنه سيتم البدء في نقل القضاة المشرفين على الانتخابات. أضاف المستشار بن داري أن عملية النقل إلى مقر الاقتراع ستتم اعتبارا من مساء غد الخميس. فاكر يتم نقل السادة القضاة المشرفين على العملية الانتخابية بداية من مساء باكر، وروعي إعداد جدول لنقل السادة القضاة وفقا للمسافات على مستوى الجمهورية، وتم استخدام وسائل النقل على قطار، قطار النوم وقطار الركوب، وتم وضع جدول زمني واختر به السادة القضاة، وإن شاء الله هنكون في استقبالهم باكر لتوصيلهم للجانهم إن شاء الله.